مين يوقع ذيني كيف عبد الله، ولكن الحمد لله أنه ذيني للأحرار ذين الرجال يجي واجن الجهاز القمعي الأداة القمعية أني نرقيف أني الملعوني وني يوسيني حاشر أني اللي تحساب لي خفيس أنه يسيد رجل قانون كان من المفروض خيش جدوانيتي رجل قانون يجي جانثين نسيد نشي وغانا غبو الترخيص أموخي قانتا إيني ذيني وسني كشان الترخيص أني سيخفيس الترخيص الترخيص يجي يجي القانون ترخيص تشكيل القانون فروسي تختارين شي اشعار ما ترخيص ما يجي شي نهار غنشي نهار قال الحضايا ثانيتين تمر راسي مرحله ثم ما معنى روح نشوف تحتاج كونتراك عاد تراجع الترخيص هذه تكون شي تحتاج كونتراك شي كونتراك سياسيين كشك اذا القيده ويتحمل المسؤوليه والمسؤوليه تحملتي وزير الداخليه مباشره لان على ما اعتقد شو تبرر الغلا وزير الداخليه ومعزل قا وزير الداخليه زيد الصنف نوانيتي جهاز قمعي السلمين يخدم وجهه اللي يخدم ولكن كان من المفروض هذا ياسم التحقيق لانه ني ويا نغض البلطجيه والبلطجيه يعني ربما غاتف سن مقرقبين قوسين دابا روحوش والسفار قنزاثين ولا دين من لازم تقال تا وين تقال فيه السلمين يقا يتكز بزاف يعني غزا غابنا من الموضوع السيز بزاف يعني ما كيتجا ما لا يعقديشكم الزفزافي ديال حياتكم راه يتغاي مباشره غير قايد وراه هذا المحاوانيش الشك وغنزار حق ما غير يتجا اتوقيس الاساليب القمعيه انك ني الوسائل قفني لا ترهبونا وذا نقصي كل شيء الشيء قال حركه وحرك سلمي واضح حرك سلمي الجماهير فونت تضع بانت خصو وقت نصل الممارسه المخزنيه تجاه السندانيتي اذا راح ذور الاوكاركم لان العلوجه غينا رخص مخدين يتسمى غينا لان العلوجه غينا واتنجي افضل ما يمارا لانه كيف جيت تستفاد الروكي المرحله هي ثانيتي المرحله هي كيف جيت تستفاد تنقابو يخصص الروخ من غاكن انه اضراوض الزان الفسد عادي تنتشر اذا ذا تحمل المسؤوليه اولا المسؤول ني الدركي ايديوسين ذيني ذي القايد ني ماشي القايد ني وين لان حضان ذي اثنين يجن مليح ديفا غير جدنا المغرس قال حضان ذيني كانت خلقت سهاجة تخنق عباد الله ذيني مات الدولة الحق والقانون مات الدولة الحق والقانون كان شنو سيد سيرم يقول لك سيلا السيف ولا قطاس ولا الطلب شي حاجة شنو سيد الطلب مطالب مشروعة مطالب اقتصادية واجتماعية وطلب وشي حاجة تنظري ولا نزج وين يزونا ذيني الحراك هذه الصوغة المصارينس يزو شي حاجة تنظري الشيء اللي قد برأ الزكس لقات حراك سلمي حراك جماهيري فوق الشارع أذيني لا للحقرة وش من قال حقرة وش قانتي نذوا قا مين دسي وقع لا الحقرة ذاك بزاف ذي نذ إذا من يوقع هذا كيف عبد الله يتحمل من مسؤولية نس وزير الداخلية بشكل مباشر.